طلب تسليم. هاد الغلاف اللي في يدي فيه حجاب ديال بصح حرز، هذيك اللي كيديروا بها السحر، قبول، جلب، توكال. بزاف ديال الناس كيقولوا ان هادشي اللي في وسط هاد الغلاف عنده قوه سحريه خارقه، وانني الا فتحته وقريته ولا غير قصته يقدر ياثر فيا ولا ترى لي شي حاجه. اليوم غادي ريكوبير واحد الباكي شحال هادي وانا كنتسنى. هاد الصندوق فيه وثائق ومخطوطات قديمة سلفوها لموالينها غير على ودها الفيديو. هادي نسخ من القرن الماضي، ولكن المخطوطات الأصلية تكتبت هادي مئات السنين. هاد المخطوطات فيها طرق اللي المفروض أنك تقدر تأثر بها على الطبيعة. مثلا هاد النص كيوصف طريقة باش تحبس الجراد إلى هجمك على الفلاحة ديالك. كتشد أربعة ديال الجرادات وتكتب دعاء ولا طلاسم فوق الجناح ديالها وتطلقها. هاد النص كيوصف طريقة لعلاج واحد المرض سميتو احمرار العين ولا الشعط. كتشد حجاب وكتلويه فوق العين ديال المصاب وكبرى. وهذا فيه كيفاش تفرق بين جوج ديال الناس كيبغيو بعضياتهم. بزاف ديال هاد الطرق وهاد النصوص كيرجعوا لكتاب واحد شهير اللي معروف عند جميع المختصين واللي كان عنده تأثير هائل في هاد المجال إلى حد اليوم، واللي هو هذا. كتاب شمس المعارف الكبرى لصاحبه أحمد بن علي البوني. ما معروفش بزاف على الحياة ديال البوني، ولكن معروف أنه تزاد في مدينة عنابة في الجزائر ومات في مدينة القاهرة في القرن الثاني عشر. هاد الغلاف فيه حجاب ولا حرز اللي مصوب بالتعليمات اللي كاينين في هاد المخطوطات وهاد المكتوبة. حسب بزاف ديال الناس الحجاب اللي كاين هنا عنده قوى سحرية ويقدر يأثر بشكل خارق على الطبيعة. ودابا جات الساعة ديال الحقيقة باش نعرفوا واش إلا قرينا ولا قسنا هادشي اللي كاين هنا واش غطرى علينا شي حاجة خايبة. آلاف ولا ملايين ديال الناس اعتقدوا أن هذه الورقة تقدر تأدى إذا قصتها ولا لعبتي بها، ولكن إذا خدينا خطوات للوراء وشنا هادشي من برا وإذا حيدنا هاد الديكور ديال الشمع والبخور، هذا كيبقى حبر على ورق بحال نفس الحبر اللي كتبوا ولا طبعوا شي واحد على أي ورق آخر، نفس الحبر اللي على أوراق هاد الكتاب ونفس الحبر اللي في هاد الورقة ديال مول الزريعة. اجيو نشوفوا شنو عندنا هنا. الحجاب كيبدا بدعاء كيدعي الله انه يحمي حامل هذا الحجاب، ولكن الجزء الاساسي اللي كيدور عليه كل شيء هو هذا الجدول اللي فيه هذه الرموز العجيبه. يقدر البعض يوصفها على انها رموز غامضه ولا حتى شيطانيه. اذا شفنا هذا الشيء شويه عن قرب غنلاحظوا ان كاين رموز اللي كتشبه الارقام الهنديه اللي كتستعمل في الشرق الاوسط بحال رقم 8 هنا ولا رقم 7، ولكن في نفس الوقت بعض هاد الرموز ما عندها حتى شي شبه مع اي رقم مألوف بحال هذا الرمز العجيب اللي كاين هنا في الوسط. ربما عندنا هنا اول بيست اللي تقدر تعاوننا نفكوا السر ديال هاد الطلسم. ربما يمكن نستافدوا شي حاجه اللي مشينا نقلبوا على الاصل ديال هاد الارقام، سواء بالشكل اللي كيتكتبوا به في الشرق الاوسط 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ولا الشكل اللي كيتكتبوا به في شمال افريقيا واوروبا. يمكن باش تفكوا الشفره ديال هذا الحجاب خصنا نعرفوا الاصل ديال هذه الارقام. الشائع بين الناس هو ان الخوارزمي هو اللي اخترع هذه الارقام اعتمادا على الزوايا اللي كاينين في كل رقم. صفر ما فيه حتى شي زاويه، واحد فيه زاويه واحده، جوج فيه جوج ديال الزوايا، ثلاثة أربعة خمسة ستة وحتى تسعود فيه تسعود ديال الزوايا. فين هو هذا كلام فارغ؟
هذه الطريقه ديال الكتابه ديال الارقام ما كاينه في حتى شي مرجع قديم ولا حتى شي وثيقه تاريخيه. الارقام اللي كيتستعملوا في المغرب ولا اللي كيتستعملوا في الشرق الاوسط هما بجوج اقرباء ولاد عم تطوروا من اصول مشتركه من ارقام اقدم منهم. باش نشوفوا الشبه بين هذه الارقام، شد مثلا رقم 2 الهندي وقلبه بحال هكذا 90 درجه، غادي يخرج لك رقم 2 المألوف. نفس الشيء في رقم 3 اللي كنلقاو رمز شبيه له في الحجاب ديالنا. الجذور هذه الارقام كانت في الهند وانتقلت للعرب والمسلمين هي والكتابه العشريه اللي اعتمدها وطورها علماء من العصر الذهبي للعلوم بحال الخوارزمي. ولكن قبل ما يبانوا هذه الارقام في الشرق الاوسط واوروبا كنلقاوهم عند الهنود بهذه الاشكال اللي تغيرت من قرن لقرن. كل ما رجعنا للماضي كل ما كنلقاو اشكال اقدم حتى كنوصلوا للكتابه البراهميه القديمه اللي في عمرها 2300 سنه واللي ما كانتش عشريه. فين يمكن نقلبوا اذا باش نلقاو بالضبط النظام ديال الارقام اللي في الحجاب العجيب ديالنا؟ ما غادي نلقاوش احسن من هذا الكتاب، كتاب الموسوعي ديال جون اتيان مونتوكلا اللي سميتو ليستواغ دي ماتيماتيك ولا تاريخ الرياضيات، واللي كتبو مونتوكلا باريس ونشروه في عام 1758، وحاول يجمع فيه المعارف ديال الرياضيات كامله الى حدود تاليف الكتاب. في هذه الصفحات الاخيره ديال الكتاب كنلقاو هذا الجدول اللي فيه انماط كثيره ديال الارقام الهنديه، وها هو في هذا الكتاب ديال مونتوكلا الشكل العجيب اللي في الحجاب ديال القبيله ما هو الا رقم 5. حسب هذا الكتاب هذا النوع ديال الارقام القديمه وثق الراهب والكاتب البيزنطي ماكسيموس بلانيدس اللي عاش في عام 1300. بين قوسين بلانيدس هو اللي ترجم ونسخ قصه حلم سيبيو حول الملك الامازيغي ماسينيسا اللي كنا شفنا في حلقه سابقه. بلانيدس عاش في القسطنطينيه ولا اسطنبول ديال اليوم تقريبا في نفس المرحله الزمنيه ديال البوني، وهذا كيعني ان هذه الارقام كانوا شائعين الاستعمال في المنطقه اللي تكتب فيها الكتاب الشهير ديال شمس المعارف. اذا جاك هذا رقم 5 بعيد بزاف على الخمسه العتيه ديال اللي كنعرفوا، لاحظ انه باكستان وايران كيكتبوا 5 بحال هكذا اللي هو شكل وسيط بين 5 ديال الحجاب من جهه و5 ديال الشرق الاوسط من جهه اخرى. الحجاب ديالنا اذا ما هو الا جدول ديال الارقام، ولكن علاش يقدر شي واحد يسحب له ان جدول ديال الارقام عنده قوى خارقه بحال هكا؟ انا كنظن ان هادشي عنده علاقه بالانبهار ديالنا بالنظام ولا النسق اللي كاينين في الطبيعه. داك البولة اللي كتشعلك في راسك وكتستوقفك باش كتشوف مثلا 3 ديال النجوم كبار اللي كيتحركوا ببطء في السماء، ولكن واحد الليله كتلقاهم مستفين على شكل مستقيم. داك الاحساس الطبيعي اللي كيجعلك تقول ان التراس ديال النجوم بهذا الشكل الخاص في السماء ولا التراس ديال الارقام في الحاله ديالنا ضروري يكون حدث خاص، يكون عنده شي مغزى ويكون عنده تاثير في الحاجات اللي هنا في الارض. الارقام اللي في هذا الجدول كيتبعوا واحد النسق ولا واحد الباترن رائع اللي نقدروا نتفهموا تماما علاش ابهر القدماء. اذا جمعنا الارقام اللي كاينين في السطر الاول 4 زائد 9 زائد 2 كنحصلوا على رقم 15. اذا جمعنا السطر الثاني نفس الشيء 15. السطر الثالث ناقصنا فيه واحد الرقم اللي كاين هنا، ولكن طبعا باش نكملوا 15 هذا الرقم ما يمكن يكون الا 6. 6 الرمز ديالو في كتاب مونتوكلا هو هذا. واش هو اللي غادي نلقاو في الحجاب؟ طبعا ماشي فقط الاسطر اللي ديما كيعطيو 15، ولكن الاعمده كذلك 4 زائد 3 زائد 8 15. 15 في العمود الثاني والثالث، وزيدك الدياغونال الاولى حتى هي 15 والثانية حتى هي 15. بالإضافة لهذا الشيء كامل كل رقم في الجدول كيتكرر مرة واحدة، واحد في مرة واحدة، جوج مرة واحدة، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. هذا الجدول اللي كيحققوا هذه الخاصية كيتسمى في الرياضيات المربعات السحرية ولا لي كاغي ماجيك، والانبهار ديال البشرية بهذه المربعات كيسبق بقرون البوني. أقدم إشارة معروفة للمربعات من هذا النوع هي واحد الأسطورة صينية كترجع حتى ل 650 قبل الميلاد، فيها أنه باش الإله ديال الواد لوو غضب وسبب فيضان على الساكنة ديال واحد القرية، خرجت واحد السلحفاة من الطوفان منقوش فوق الظهر ديالها واحد المربع اللي كان مربع سحري من هذا النوع. هذا المربع السحري ولا من بعد سميتو مربع لوو شو، وكيتعتبر أحد الركائز ديال نظام الفانغ شوي القريب من الفلسفة ولا الديانة الطاوية. المربعات من هذا النوع كنلقاوها كذلك في الهند القديمه بحال هذا النقش في هذه الجداريه اللي كترجع للقرن العاشر واللي موجوده في معبد بارشوينيتا في شمال الهند. ماشي بعيد ان نفس هذا الانتقال الثقافي اللي جاب لنا هذه الارقام واللي جاب لنا النظام العاشري من الهند يكون جاب لنا كذلك هذا الاهتمام بالمربعات السحريه. البوني اللي عدد كبير من الناس كيعتبروه اليوم مجرد ساحر ولا مشعوذ، انا بالنسبه لي شخصيا كنعتبره ربما كذلك من الرواد ديال الرياضيات في الزمان ديالو، خاصة إذا عرفنا أن العديد من هذه الجداول اللي في الكتاب ديالو هي نتيجة ديال الخوارزميات معقدة جدا.
مثلا البوني كان كياخذ اسماء الله الحسنى بحال اسم الودود، كيحول هذا الاسم لمجموعه من الارقام، وكيستعمل هذه الارقام بالموازات مع المربعات السحريه باش يخرج بها الوفق ولا الجدول ديال الودود. واللي من بعد كان البوني كيقول ان عنده خصائص عندها علاقه مع المحبه والود، بحال مثلا انه اذا لبستي ولا علقتي هذا الجدول الناس غادي يوليو يبغيوك. هذا الخلط اللي كان كيدير احمد بن علي البوني بين من جهه الطرق الحسابيه اللي كيتصاوبوا بها هذا النوع من الجداول واللي كتدخل اليوم في اللي كنسميوه الرياضيات، وبين الادعاءات ديال ان هذه الجداول كياثروا على الطبيعه واللي كيدخل اليوم في اللي كنسميوه الميثولوجيا ولا الميتافيزيقا. هذا الخلط بين الرياضيات المجرده وبين الميتافيزيقا كان شائع جدا في معظم الحضارات عبر التاريخ، وما غادي يتفرقوا تماما حتى لواحد المرحله اللي كنعرفوها بالثوره العلميه. الكتاب ديال مونتيكلا هو مثال رائع ديال الكتابات ديال القرن الاول من هذه الثوره العلميه، وكنلقاو فيه واحد الحرص دقيق على عدم الخلط بين ما هو رياضياتي وما بين ما هو ميتافيزيقي. التمييز غادي يؤدي نوعا ما الى التحرير ديال الرياضيات من الخرافه، وغادي يؤدي الى انفجار هائل في الفهم ديالنا للنظم اللي كتحكم العلاقه بين الارقام والاشكال الهندسيه. عالم الرياضيات الهندي رامانوجان مثلا غادي توصف في بدايه القرن العشرين لصيغ عامه واكثر تطورا كتوصف المربعات اللي اشتغل عليها البوني واللي سميناها المربعات السحريه ولا لي كاري ماجيك. احمد بن علي البوني كان عايش معنا اليوم كان غادي يتسحر بواحد النوع جديد ديال الخوارزميات كيتسمى الخوارزميات الجينيه، واللي مستوحاه من اشغال عالم الاحياء البريطاني تشارلز داروين حول الانتقاء الطبيعي، واللي يمكن لنا بها نخرجوا مربعات سحريه اللي الحجم ديالها ماشي فقط 4×4 ولكن مربعات سحريه فيها المئات والالاف والملايين ديال الاسطر والاعمده، كاملين فيهم ذاك النظام الرائع اللي ابهر القدماء. الجهل ديال الانسان باصل الاشياء ولا كيفيه الاشتغال ديالها بعض المرات كيدفعوه يبقى يجرب اشياء عشوائيه باش يفسرها ولا يتحكم فيها على وعسى شي حاجه تصدق. بحال شي واحد في شي بيت مودلين تماما كيحاول يلقى الباب ديال البيت وكيبقى يضرب بيدو غير بالزهر لا يطيح في الباب. احمد بن علي البوني كون كان عايش معنا اليوم ما كانش غادي يقول لنا رسموا جداول فوق الجناح ديال الجراده باش نديروا مكافحه الجراد، حيت اليوم ذاك الجهل اللي كان عندنا باصل الجراد وكيفيه الانتشار ديالو ما بقاش. قبل الناس كان كيبان لهم الجراد وكانه جا من العدم، كان كيظهر بشكل فجائي وكيهلك المحاصيل ديال الناس، وربما الطريقه الوحيده اللي كانت عنده باش يحبسوه هي اللجوء للميتافيزيقا والطلاسم. ولكن اليوم كنعرفوا ان الجراد في الحقيقه كيدوز معظم الحياه ديالو تحت الارض، كياكل ويكبر ويقدر يعيش 20 سنه تحت الارض قبل ما يفيق يخرج من تحت الارض يبدل الجلد ديالو ويطير. بدل ما يحط جدول فوق الجناح ديال هذا الجراد، ربما البوني اليوم كان غادي يحط احد هذه الاجهزه ديال التتبع بالاقمار الصناعيه اللي غادي يقول لك واش السرب ديال الجراد ماجي للقريه ديالك ولا لا، وغادي يجعلك مستعد اكثر لمواجهه الجراد. اليوم كنعرفوا كذلك ان مرض احمرار العين كتسبب فيه كائنات مجهريه اللي سميتها الفيروسات والبكتيريا. اليوم يمكن لنا نصوروا ونشوفوا مباشره انواع ديال هذه الفيروسات اللي الجسم كيتفاعل معها وكيعطي هذا الاحمرار في العين. البوني كون كان معنا اليوم كان غادي يبغي يتحكم في هذه الفيروسات والبكتيريا مباشره، يمشي للاصل ديال المرض اللي ولا الان معروف ويتحكم فيها باستعمال الادويه وعمليات جراحيه بدل الجداول اللي طور هو بنفسه في القرن 13 باش كان هو والباقي ديال البشريه جاهلين باصل الامراض. احمد بن علي البوني كون كان عايش معنا اليوم كان غادي يطلب التسليم من هذا الجهاز السحري السمارت فون اللي كيشتغل بجداول كنسميوها اليوم المصفوفات ولا لي ماتريس، واللي هي احد الشرايين الرياضياتيه اللي كيشتغل بها الذكاء الاصطناعي. الطرف ديال الزاج والحديد والسيليكون تقدر تهضر معاه ويفهمك ويتفاعل معاه بحال هكذا. اوكي جوجل، وين ديد احمد البوني داي؟ احمد البوني دايد ان 1225. احمد البوني مات هادي تقريبا 800 سنه، ومع الاسف الشيء اللي بقى في المجتمعات ديالنا من الارث ديال البوني هو القبول والتوكال، بينما اهملنا السحر الحقيقي اللي خدم عليه كذلك البوني، السحر اللي كيشتغل بصح بشكل متكرر قبل انك تعاود تجربه ويصدق كل مره، السحر اللي خدام به هذا الحاسوب ولا السمارت فون اللي كتشوف فيها الحلقه، سحر الرياضيات. هذا هو الحلقة سالات، نتمنى تكون عجبتكم. هذه الحلقة تم الإنجاز ديالها بفضلك أنت ولا أنت، بفضل المشاهدين بحالك. غادي نهدي هذا الكتاب ديال تاريخ الرياضيات لأحد المساندين في باتريون. إذا كنت أحد المساندين في باتريون التحق بالجدار ديال باتريون ولا الجدار ديال فيسبوك من اجل التفاصيل ديال القرعه. شكرا بزاف بزاف لجميع المتابعين على المسانده. سلامه.